تامر حسين يوجه رسالة شديدة اللهجة لملحن شهير: احترم نفسك. وجه الشاعر الغنائي تامر حسين رسالة شديدة اللهجة إلى أحد الملحنين دون أن يذكر اسمه تحديداً. كتب تامر حسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رداً على الملحن: أنا فعلاً غلط لما قلت على المحترمين المبدعين مديان أو عزيز الشافعي زميلك، على أساس إنك معانا في الوسط والراجل كنت ملحن كبير وعاقل. حذرتك تتهم حد ناجح ومكسر الدنيا بالباطل، والافتراءات الكذابة اللي بتخترعها في أي نجاح كبير بيلتفت حواليه الناس، وإنت لا ترتقي تبقى زميل لواحد فيهم ولا اللي بعتذر لهم على التشبيه الغير موفق مني، ظلمتهم. ثانياً، لو جبت ستك في الخير فأنا بعمل بأصلي في أي لقاء وأي برنامج وبتربيتي، وبقول عيب عنده أولاد كبار يتشرفوا بباباهم، بطردش الإساءة بالإساءة، ما عنديش فجر في الخصومة، ولا هبقى متقلب الود زيك، مع كل اللي أحسنوا إليك وساعدوك، علشان لما حد من الجمهور المحترم يشوفني ما يقولش علي قليل الأصل، ودي آخر مرة هغلط وأجيب سيرتك. وتابع تامر حسين: الناس عارفة كويس وفاهمة من فينا صادق ومين كذاب بالمواقف والسنين والاحترام والتقدير، الحمد لله إن ربنا أنعم عليا وخلاني شخص سوي، ومع الكلامي واحترم نفسي لا في قلبي غل ولا حقد ولا بعترض على اللي ربنا كتبه لزمايلي. ببارك للجميع بقلب أبيض، ما بقللش من مجهودهم ونجاحهم. واختتم تامر: دي آخر رسالة تتقلك باحترام، اللي جاي هبقى عداني العيب. احترم سنك، احترم نفسك، احترم إنك عندك أسرة. ما يصحش السي في من بعد ما كان نجاحات يبقى خناقات وسيرة سيئة، لأن ما حدش هيسكت لك تاني على أي تجاوز.